حضرتك خريج كلية العلوم، نعم جامعة عين شمس، هل بتطلع على يعني مناهج كلية العلوم في مصر أو كليات أيوة. العلوم في مصر حاليا، وشايف أنها الحمد يعني لله، الحمد لله إن المناهج لسه كما كانت. أنا وزمايلي اللي كانوا معانا في كلية العلوم في جامعة القاهرة وجامعة اسكندرية وكذا، حتى في جامعة أسيوط، أما أنا كنت معيد في جامعة أسيوط في العلوم، كل الجامعات دي المواد بتاعتها كويسة والأساتذة بتاعتها كويسين ومحترمين الغالبية العظمى. معناها إن إحنا نقدر نقول إن الجامعات بتاعتنا ممكن تخرج ما نحتاج من كل التخصصات، ما فيش شك، بس نحترمهم وندعمهم، واللي عايز يزود بره من دفعته، واللي عايز حاجات علميه نجيب له، واللي عايز كتب من بره نشتري له، بس ندعمهم يعملوا لنا كما فعلوا قدماء المصريين. كما فعلوا قدماء المصريين؟ اي أيوة والله. ماذا فعلوا؟ والله والله نقدر نعمل في بلدنا كما فعل قدماء المصريين. قدماء المصريين عملوا يعني نبني حضاره يعني. ودي حضاره جميله جدا، وعلم ومعرفه وطب وهندسه وكل الحاجات اللي هي بتساعد النهارده في احسن دول متقدمه كان قدماء المصريين عاملينها في وقتهم. معناها ايه؟ ان احنا الجنس بتاعنا قادر ان هو يبقى كويس خالص، وممكن جدا نبقى احسن من الامريكان ولا احسن من الانجليز ولا الفرنساويين اي بلد ثاني. احنا فينا العنصر المنتمي. انا تميزت، انا لما رحت امريكا كنت بتميز عن كل زمايلي الامريكان. ايوه. وانا من ايه ده؟ من منصب مصري، من ايام قدماء المصريين. فاحنا نقدر نتميز عن الكل. احنا دلوقتي يا دوب عارفين نمشي. انما انا عارف ان احنا ممكن نجري. ايوه. زي ما قدمائنا المصريين كانوا يجروا. وبيزدهروا. انا عارف ان الامكانيات بتاعتنا اكثر جدا مما هو عليه اليوم. انما ايضا عارف ان احنا عندنا الخصائص الانسانيه اللي تؤهل لنا ذلك. طب ماذا ينقصنا؟ ماذا ينقصنا يا دكتور؟ التركيب الصح، الوزراء الصح، التركيب الصح، الفكر الصح، كل ده ما عليك بقى. يعني لما يبقى الحمد لله دلوقتي احسن مما كان. فده على الاقل بنقول لنا ان احنا في امكانياتنا ان احنا نتقدم على الاقل ولو شويه شغل. يعني حضرتك خريج كلية العلوم، دكتور زويل كمان كان خريج كلية العلوم. أعتقد أنه كانت الدراسة فيها دراسة رفيعة المستوى. صح. أنا أقول لك كلمة واحدة صغيرة، تقول لك رفيعة المستوى يعني إيه؟ أنا لما رحت أمريكا عشان آخد دكتوراه، لقيت إن كل الكتب اللي زمايلي في أمريكا كانوا درسوها في الجامعة، أنا درستها نفس الكتب. بالانجليزي ولا بالامريكاني، نفس الكتب قريناها وخدنا منها امتحانات. يعني ما كانش في اي واحد طالب في امريكا احسن مني في اي حاجه. يعني كان يعني كان المناهج يعني متساويه او متشابهه؟ متساويه. لان الاساتذه بتوعنا كلهم كانوا متخرجين من بره وعارفين احسن كتب فين. في بيقول لك الكتاب فلاني عندنا كده، وكنا في احنا بيبقى 40 50 واحد في الصف، بس الكتب بيبقى منها نسخه او اثنين، فخلاص احنا كلنا عارفين عندنا نسختين بس من الكتاب ده في المكتب، وكل واحد ياخد له يومين ويرجع الكتاب عشان زمايلنا ياخدوا وهكذا. انما كنا بنقرا الكتب اللي الولاد الامريكان كانوا بيدرسوا ايه. كان مستوانا العلمي زي زيهم، ما كانش اي واحد فيهم يعرف عن احسن مني اي ولا كلمه.